بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقلنا أن تصدير الآية الكريمة بقوله إنما يدل على أنه سبقها مقابل، هذا المقابل على النقيض مما يجيء بعد الآية. فإذا كان قول المؤمنين إذا دعوا كذا، يبقى لا بد أن يكون لها مقابل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وبعدين يقول أفي قلوبهم مرض إلى آخره. إنما كان قول المؤمنين، تقول فلان كسول إنما أخوه مجد. يبقى ساعة ما تسمع كلمة إنما تعرف إن فيه إيه؟ في مقابل. هذا المقابل على النقيض من هذه. يبقى قول المنافقين ايه الاول كان ايه بيقولوا ايه؟ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض الى اخره انما كان قول المؤمنين. يبقى أكن المقابل قول المنافقين أنه ما لا يقبلون حكم الله ورسوله، وإنما المؤمنين يقبلون حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كلمة سمعنا تدل على أن السماع المقصود ليس وصول الصوت من المتكلم إلى أذن السامع، وإنما سمعنا سمعا يليه إجابة بالطاعة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى إذن السمع له وظيفة، في واحد يسمع وكأنه ما سمعش، زي ما احنا نقول في الريف بيسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا، ولا ودن من طين وودن من عجيب. إنما دول يسمع. ولذلك سمعنا هنا بمعنى أجبنا يا رب، صممنا على الإجابة، وده وعد كلامي. وبعد ذلك التصميم على الإجابة يطيعون ينفذون ذلك بإيه؟ بالطاعة. احنا ساعة ما نصلي بنقول سمع الله لمن حمده. ماذا سمع الله لمن حمده؟ يعني إيه؟ يعني أجاب الله من حمده. نعم. وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون معناه الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح. ومن العجيب أن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الفلاح وهي من الفلاحة في الأرض. ليه؟ قال لك لأن الفلاحة في الأرض دي أصل الاختيات منها، فكل واحد بيشوفها. لما بيفلح الأرض كويس إيه اللي بيجيله؟ بتجيله الثمرة الطيبة. يرمي بذرة واحدة، حباية قمح واحدة تجيب له كام؟ تجيب له 700. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي من يزرعها حبة واحدة تجيب له 700، يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ يبقى جاب كلمة مفلحون. مفلحون تملك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كان لنا شيخ رحمه الله ورضي عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى الشريف يدرس لنا التفسير، فلما جاءت هذه الآية قال فيها كلمة وهو في حالة: اسمعوا يا أولاد، برقية من الله، برقية من الله. فقال لنا الآية دي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أن لم تدع هذه الآية حكما من أحكام الإسلام إلا جاءت به، فكأنها تعتبر إيه؟ برقية موجزة
جمعت المنهج، يطع الله اللي بقى آمن به وأطاعه، ويطع الرسول صدقه، وبعدين إيه يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه، وبعدين يتقي في الإيه في اللي جاي، يبقى فائز. ولا قال لك دي بقى برقية، برقية يعني كلام موجز يشمل كل ما في الإيه كل ما في القرآن. وإحنا نعرف إن الكلام الموجز يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيرة في اللفظ الإيه في اللفظ الموجز. ولذلك قلنا زمان إنهم قالوا لواحد خطيب إنجليزي، قالوا له كان مشهور بأنه خطيب، قالوا له إذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعة كم ساعة تعد الخطاب ده؟ أم قال أسبوع، بقى يقعد أسبوع عشان يعد من خطاب يطلقه في إيه في ربع ساعة. قالوا طب فإذا كم في نص ساعة؟ قال يبقى ثلاث أيام. الله طب فإذا كم في ساعة؟ قال يبقى يومين. طب فإذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الآن أنا مستعد. أكن كل ما إيه الكلام يبقى مركز، يبقى عايز إيه. ولذلك أنت لما تبعت برقية الواحد بتحاول تجيب كلام إيه كلام مركز، إنما معانيه إيه باللي بيسموه الإيجاز المبين، الإيجاز المعجز. ولذلك قالوا إن سعد باشا زغلول وهو في فرنسا أرسل لصديق له خطاب، خطاب من أربع صفحات، قال له إيه أما بعد فإني أعتذر إليك عن الإطناب، يعني عن التطويل، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. أهي دي البرقية. واللي بقى بعد كده إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لأن أصل ذكر المقابل أمام المقابل يدي معنى تأكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للإسلام، وبعد ذلك رجع إلى مين؟ إلى المنافقين، فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله، قسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على أن المقسم عليه ده هي إيه. والإنسان ما يقسمش إلا حاجة يريد أن يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس أقسموا بالله سكت كده، جهد أيمانهم يعني بالغوا في الإيه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياة ابويا وحياة امي وحياة اخويا وحياة مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله، هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليه اصمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيوتنا ومن اموالنا ومن اولادنا ونروح وياكل ايه الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم. ولذلك يقول في آية ثانية ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الايه غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أدائه، بيت طائفة منهم يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبقوا كويسين. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في انه يخلص ايمانه يقول لك ايه ازاي يقول كده، دبلاني دلوقتي رايق وبدي اعود الى الاسلام الصحيح. فيقول بياتة ايه طائفة منهم فاقسموا قال لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلفانجي، يقول له بس ما تحلفش بس، اصلا احنا عارفين ايمانك وعارفين ما انتهي عنك بس، والطاعة بتاعتك اللي بتقول لها طاعة معروفة طاعة ايه، يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا تهينا عنك اوت. فبقول لا تقسمه، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير، لان الخير وعايز يأكله، تقول له ما تقسمش ليه؟ اما لك لانه مجرب بان القسم ده ايه قسم حانس، يقسم لسانه ويعصى وجدانه،
قال لك لا ما تحلفش، لا تكسبوا الطاعة بتاعتكم، لأنهم أقسموا إن لما تقول لنا اخرجوا نخرج هنطيع، قال لك ما طاعتكم معروفة السوابق يعني واضحة أوي أوي أوي، طاعة إيه؟ معروفة. وبعدين بيأكد لهم ويقول لهم إن الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما ياخدولهمش عظة، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث يقوم القرآن يجري للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضح لهم اللي هم إيه في نفسهم، مش بيقولوا للناس، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده أنت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي أخبره قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا أنه مؤيد من ربه وإن ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه أو تخدعهم ولازم يقول له. فإذا جاءت السوابق مرة واثنين وثلاثة كان أما كان يصح أن كنتم ترعون وتنتهوا عن النفاق وتخلصوا الإيه؟ تخلصوا الإيمان. إن الله خبير بما تعملون، ومدام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الخبرة؟ أن يفضح قلوبهم ويفضح إيه؟ ويفضح نواياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترميش طبته، خليك لآخر لحظة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى إيه البعير، يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرد منه ولقيه، لأنهم خلقه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا خلاص أنت عملت اللي عليك، برضو عملوا اللي عملوه بعد ذلك دعيتهم تاني، أنت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لأن عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، أنت تبلغهم وإحنا علينا الإيه؟ علينا الحساب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف بقى الآية الأولانية اللي يقول عليها البرقية بتقول إيه؟ ومن يطع الله ورسوله، ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، إنما هل قال هنا إيه؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر أمر إيه؟ كرر أمر الطاعة. القرآن مرة يقول أطيعوا الله والرسول ويجيب كلمة الطاعة مرة واحدة الأمر ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يكرر أمر الطاعة، ومرة يقول وأطيعوا الله بس، ومرة يقول وأطيعوا الرسول. يبقى الأمر بالطاعة ورد على كم وجه؟ طاعة. يقول أطيعوا الله والرسول، فالمطاع واحد اللي هو الله ومين؟ والرسول. والأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده إطاعة وده إيه؟ إطاعة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وبس، ومرة يجيبهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، ده جاي كتاب إعجاز الأصل فيه إنه إيه؟ معجز. والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، إنما مع أنه كتاب أحكام أدخل فيه أصول، مع أنه كتاب إعجاز أدخل فيه بعض أصول الأحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل إيه؟ يبينه. وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القرآن، عمل للرسول تشريع خاص. يبقى القرآن الأول جاي كتاب إيه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة، إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ لا. هل كل وقت كم ركعة؟ نعمل في دي إيه ونقول في دي إيه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنصب تشريعي في القرآن. واحد يقول لك اللي يغيب 15 يوم من الوظيفة بتاعته نفصله، يقول لك هات لي دي من الدستور، الدستور ما قالش الكلام،
يقول له لا، ما هو الدستور في مادة ويهيئ يعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل. الله، يبقى لما قال لك واخدها من ايه؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سألوه انتم بتقولوا ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قول لنا بقى اللي ارتب القمح فيه كام رغيف؟ فقال لهم طيب سكت، وبعت واحد لواحد خباز فتنه جاي، قال له يا سيدي الارداب القمح بتاعكم فيه كام رغيف؟ قال له كذا 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 كذا. قال له الله، انت بتقول في القران؟ قال بقول في القران، احنا عندنا ايه في القران بتدينا، يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى موجوده في القران هو ولا مش موجود؟ يقول لك انت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه، والصبح 2، والعشاء 4، والظهر 4، والعصر 4، يبقى كله جاي منين؟ فالامر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاة عماد الدين، والصلاة والقرآن، والصلاة كتابا موقوتا، يبقى الأمر جاي من مين؟ يبقى في هذا أطيع الله ورسول، لأنهم متواردين على أمر إيه؟ على أمر واحد. إنما لما يقول للصلاة وبعدين إحنا بنصلي 2 و3 و4 ودي جهل ودي سر، نعمل إيه؟ يقول لك فيه طاعة لله في إجمال التشريع إن الصلاة مفروضة، وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ طب ولم يقول وأطيعوا الرسول، ودي آية في القرآن، أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه نص، لأنه هو مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما فوضوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كن ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا قل له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وإذا ربنا بيقول له قل لهم تاني عشان تريح نفسك، وان كنت انت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، انت تبلغ مره واحده واحده للناس. نعم. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه، هو عليه اللي حمله، ربنا قال له عليك الايه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم، خلاص هو ادى، انتوا باقي عليكم انكم ايه؟ انكم تادوا. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كلمة بقى لك إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين يجي هنا يقول لك إيه؟ وإن تطيعوه ولا تطيعوهما؟ لأن محمد ما قسموش ربنا ربنا ومحمد. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين، المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الايه؟ لتنظيم حركة الحياة. احنا كنا في اول سورة النور قلنا الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون، وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. وما دام النور الحسي اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يبدي نوره كل انوار لتنطفي، فكذلك يجب في الأمور المعنوية إن كل ما ربنا يشرع في حاجة آراءنا تنطفي، ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا. ودي بالقياس، وقال انتوا شايفين الدنيا اهو، ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعة، وده بينور مسرجة، وده بينور نمرة 5، وده بينور نيول، وده بيجيب فلوريست، وده بيجيب نجف، كل واحد على قده. لكن ساعة ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفره. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوه اهو، لا ربنا ما يظهر انتهى كل شيء، يبقى النور المعنوي الاخر. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافه في الارض تبقى على نور، ما هو جايب الانسان خليفه. ولذلك قلنا عايزين في الخليفه حاجتين اتنين: ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، بس خدوها من حيل عشان يبقى البنية الجسمية الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى في جهاز الاستقبال وجهاز الارسال، الله يرسل مددا واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال.
وبيقول لك ان ابن ادم يدعو وربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطه زي ما بتزيح، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا الراديو، واحد ما الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطة صحح الجهاز، الجهاز اللي هو ايه؟ ذرات تكوينك، اضمن انها لقمة من ايه؟ من حلال، عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه؟ كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوت واستبقاء النوع بالزواج، عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا، المال الخلافة تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه؟ نظيف، في ايه؟ في اقتياته ذراته سليمة، في تناسله ذراته شريفة وطاهرة، يبقى خلافة ايه؟ خلافة في الارض، خلافة ايه؟ صح. هاي الكلام اللي قلناه دي. وبعدين اوعوا تكترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونة، عشان ما تطلعوش على عورات الله. بده يعمل سلامة في مين؟ سلامة في مجتمع الخلافة، عشان تبقى خلافة ايه؟ خلافة صح عن الله. كل اللي قاله ده هنا ابتدأ هنا يجي صب في الآية دي اللي بقى ايه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى دول أهل لأنهم يكونوا خلفاء، ذرات من ناشئة من حلال، تناسل وذرية نشأة من ايه؟ من حلال. يبقوا دول ايه؟ ابتلاءات، وعركة ابتلاءات، حركة ابتلاءات. قال لك ايه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبش، وبعدين طلعوا راحوا المدينة، من ايه؟ من انهم تعبانين. قال لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ده دول هيحملهم للدنيا كلها مشاعر الهداية. يبقى لازم يتربوا تربية دعك ويفهمهم انك انت ما انتش رايح لمبدا هيديك دلوقتي، انما هيديك بعدين. المبادئ الباطله كلها قبل ما ياخدك للمبدا الباطل لازم يديك الثمن، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد قدام. فبده ينقي الخليفه يبقى ايه؟ ولذلك قال وعد الله. وما دام وعد الله، ما هو الوعد؟ اولا الوعد هو بشارة بخير لم يأتي زمنها بعد، حتى يستعد الناس للوسيلة له. والإنذار إيه؟ بشر، وبرضو لم يأتي بعد عشان يستعد الناس إنهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد من بشر بخير، الخير مش دلوقتي، هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى فيه فرصة إنه ياخد أسبابه ويروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. لأن اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد إيه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبعدين قلبه تغير عليه يقوم ينكس، ربنا ما بيتغيرش. لأن اللي بيتغير دليل على أن كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد، قال لك لا ده ما يستاهلش، ربنا ما بيجدش عليه فهم، ده المساله واضحه عنده كلها، يبقى ما يغيرش رايه ابدا. طيب وقد تعد انسانا بخير ولكنك في ساعه الميعاد اللي انت قايل له عليه ما تقواش على الخير تديه، ما جاتش دنيا. لكن ربنا لا، واعد وقادر، وواعد وقادر وما بيتغيرش. يبقى ايه اللي حيشه؟ مفيش قوة تانية تقول له انت وعدت بايه؟ زي ما واحد اب يوعد واحد بخير يجي ابنه يقول له انت عملت العملية دي ليه؟ انت مش عارف ان ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وهتقعد تقول له، يقوم يغير رأيه. مفيش اله تاني عشان يقول له لا ده بلاش دي، ده هو واحد. يبقى ساعة ما يعد يبقى ايه؟ وعد ناجز، لانه قادر على الايه؟ على الانفاذ. يجي واحد يقول لك انا هبني لك البيت واعمل لك الاوضه دي كذا والاوضه دي كذا والاوضه دي كذا، ودي مش عارف مرمر، ودي مش عارف جرانيت، ودي وبعدين لما يجي ينفذ يقوم التصدير ما عادش بيجيب.
يقوم يعملوا موزايكو. يبقى ايه اللي خسر الواعد؟ القدره، مش مالك حاجه. انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى؟ هتقولي حد اوفى بعهده من مين؟ من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان صفاء الينبوع والعقيده. صفاء الينبوع والعقيده مش مطلوب لذاته، ده علشان لما اللي انت امنت به يامرك بامر تنفذه. يبقى ثمره الايمان ايه؟ العمل. في واحد قد يعمل الخير انما مش على الايمان، زي المنافق. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لهم لا، انتم ما امنتوش، قلوا اسلمنا، يعني خضعنا للاوامر كده بتاعنا، ما لسه ولما يدخل الايمان. ان اذا قيمه الايمان انك ايه؟ تنفذ مطلوب. ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ودي مش جديده، كما استخلف الذين من قبلهم. بقى احنا قلنا ان صحابه رسول الله السابقين اوذوا وعذبوا واضطهدوا واخرجوا من ديارهم واموالهم، ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان، لسه ما امرش بقتال. لدرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينه هو واصحابه استقبلته الانصار بالحفاوه، وعملوا كما تعلمون. انت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجه يغار على ملك الا المراه؟ يصحب عندك سياره يقول لك والله ده انا عايز اشوف المشوار، اتفضل، عندك مش عارف ايه، اتفضل، عندك ايه، مش عندك بدله كويسه وانت ماشي، ده لي عشان انا رايح كده اتجمل قدامنا خد. انما المراه اهي دي لا. بلغ من ايثار الانصار ان اللي جايين خارجين من بلادهم كده وهيعوتوا ويعيشوا هنا بقى، وهيبقوا بعاد عن الاهل ولا عندهم شيء ولا الى اخره، انه يقول له شوفني انا عندي اثنين، شوفهم اللي تعجبك فيهم انا اطلقها وانت تتجوزها. ايش هذا؟ كيف فعل الايمان بالناس؟ ده مساله دي الغيره دي انا حاجه. فلما راح وراى كفار قريش ما صنعه الانصار بالمهاجرين، قال لك لا لا، إقامة بقى هتبقى ايه؟ هنية. ما فيش الا اننا نتكتل جميعا ضد هذا الدين. قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينة وتلقاه الأنصار، العرب كلهم ضربوه عن قوس واحدة، يعني كأنهم مسكوا قوس واحدة عشان ايه؟ تآمروا عليه بقوس واحدة عشان يبتلوا هذه المسألة، وإلا هتبقى خطر ايه؟ خطر عليهم. إن الأنصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح، مخافة إن اللي حواليهم ينقضوا عليهم. فواحد من الصحابة قاعد مع أخوانه فقال ترون أن نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى أحدا إلا الله؟ يعني في امل للحكايه دي؟ يعني في امل؟ شوف ده يبقى ايه معناها ايه؟ اذا كلمه وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني المسائل اشتدت عليهم قوي لدرجه انهم. والرجل الذي يذهب الى رسول الله يقول يا رسول الله ابد الدهر نحن خائفون، يعني هنقعد ابد الدهر نحن خايفين كده، ابد الدهر ونحن خائفون، الا ياتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين؟ شوف بيشتهوا ايه، يعني عايزين يرتاحوا شوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه. قال لا تصبرون إلا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديدة. يروح يقعد في الملأ الواسع كده ومحتبي، يعني عامل كده وقاعد. شوف الاحتباء دي قعده الايه؟ قعده المبسوط قوي. وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حته حديد عشان يدافعوا عنهم لانهم ايه؟ امنين. فقد
زويت الأرض ليه؟ معنى زويت الأرض، أنت عارف إن البصر له مجال بيلتقي فيه إلى نهاية الأفق، ياخد حتة من الكون قد كده، إنما الأرض واسعة. فالرسول قال لي أنا زويت لي الأرض، يعني الأرض دي كلها جت في زاوية كده وبقيت أبص لها كلها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك أمتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يوم يجي في وسط النغز ده وفي وسط الهم ده ينزلهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ استعجب. وبعدين لما جه في موقعة بدر قال صدق الله سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه وفي شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح منزلهم بعض الايات كده اسمها تصبيرا تطمينه. هو لم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بيقول لهم أنتم أنتم شايفين، هو أنتم بتنقصهم ولا بتزيدهم؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حتة من أرض الكافرين تنضم للإيمان، فبننقص أرض الكفر ونزود أرض الإيمان. ويجي تاني في آية تانية، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بتزيد كانوا هم اللي يبقى المقدمات لهم، انما المتواليات تبين ايه. وبعد ذلك يجي يروح فتح مكه، الله اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكه ويدخل بايه؟ بذله العبوديه لمن ادخلها، مش يدخل بقى يعني موط كده داخل عامل كده. لدرجه ده ابو سفيان واقف على العباس، يقوم ابو سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل. قال له يا أبا سفيان إنها النبوة مش الملك، ملك إيه؟ إنها الإيه؟ إنها النبوة. أدي أول بقى شايف. وبعدين ده معقل الوثنيين بتوع الأصنام في مكة، وبعدين يجي في خيبر معقل أهل الكتاب، تسقط زو بني قينقاع مش عارف ايه قريزه، وبعدين البحرين تسقط، مجوس هجر يجوا يدفعوا الجزيه، الله مشارف الشام يعني للنبي يبعث كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوه ايه متعديه، يبعث كتبه لهرقل ويبعث كتبه للمقوقس ويبعث كتبه لدوله الاسلام تسلم، فان ايه فان تتولى فانما عليك اسم الاريسيين، يبقى عليك اسمهم انت الله. وبعد ذلك التفت نلاقي هرقل يبعث له هدايا، المقوقس يبعث له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبشه يبعث له. الله، ايه الولد دي؟ مقدمات دلت على ان الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد ايه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزوى على ايدي، ده خليفه من خلفائي يعملها، انا بس بزياده الجزيره بقى ادينا وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضاره فارس وحضاره ايه؟ وحضاره الروم، وفي وقت واحد، مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني وبعدين تتحقق النبوءه. يجي سراقه بن مالك صاحب حادثه الهجره اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الهجره، يقوم بقى المتاب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كان خلقته كده التكوينيه ان ايديه دي رفيعه زي يسموها زي بتوع المعيز كده، رفيعه قوي كده شكل ملفت يعني، فالناس ساعه ما كانت تشوفه عامل ايه وايديه باينه ايه يضحكوا، يقوم النبي يبص لهم يلاقيهم بيضحكوا على مين؟ على سرقة. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقولها كلمه خالده، كيف بهما يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سواري كسرى. يقولوا ايه كيف بهما في سواري؟ يقوم لما يروحوا ويهزموا كسر وياخدوا الغنائم، يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرة ويتباع بهم كده، يجوا من نصيب مين؟ سراقة، ويلبسهم كده ويقولوا صدق رسول الله كيف بهما الله. مسألة مش حالة. يبقى دي هذا مقدمات الايه؟ مقدمات وعد الله.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امانه اللي حييجوا لسه ده انتوا هتشوفوا ذاك بنت ملحان لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر ذكرت ان رسول الله كان ينام هناك وبعدين الصحي يضحك فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت ادعوا الله أن أكون منهم. فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزوة اللي راحت في البحر الأبيض وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوجعت فإيه فماتت. إيه ربنا اداله كل الإيه أشاير واللي هم منكم مش اللي حيجوا بعدكم منكم انتم مش حطول يعني. ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال أبدا الدهر نحن خائفون مش هيجي لنا يوم نرتاح فيه؟ قالوا تصبرون يسيرا وبعدين يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دي مش بدع مش جديدة دي مسائل مواكب النبوة كده. اذكروا داود اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لاحد من ايه لاحد من بعد. اذكروا الحضاره بتاعت سبأ اللي هناك وجات له كده واسلمته مع ايه سليمان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ ما ده اصل في فرق بين بشاره لفظيه وبشاره واقعيه واقع يؤيدها. وده حصل ولا ما حصلش؟ انا حصل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأرض ايه بقى؟ الأرض قد تكون ذلك ليخلقكم من أرضكم إضافة في الأرض دي. الله طب الأرض ايه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إلى آخره وذهب يجاوعنهم. وبعدين ايه اللي ايه؟ الأرض تسكن الأرض يسكن الأرض. طب ما هو ساكن في الأرض هو أمال هو ساكن فيه؟ أم قال لك لا إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك اسكن إيه؟ يبقى معناها أنك تسكن في كل الأرض. وكيف تسكن في كل الأرض؟ تبقى تتقطع في الأرض دي أمما مالكش حتة مخصوصة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفة من الأراضي اللي وجمعناكم. أهو احنا أملنا قوي في أن الله يجمعهم لنا هنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. مش بس يبقوا خلفاء بقى بالكلام كده لا الدين يتمكن. ومعنى تمكين الدين أي أن يسيطر على حركة الحياة. مش دين عاطل زي احنا دلوقتي معطلين لا دين موظف دين موظف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بيقولوا حنبت في السلاح ونصبح في السلاح بقى مش حنأمن لا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خلاص فاذا ما حدث ذلك يبقى يحافظ على الخلافه دي بقى بايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد إيه؟ بعد ما يبقى خلفاء ومكنين في الأرض والأمن والخوف يتبدل يبقى أمن يكفر بعد دي؟ قال لك ده مش كلام بقى ده مش وعد ده واقع. فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى إيه؟ أو الوعد اللي يكفر بعد الوعد ده هو ليه؟ لأن الوعد من مين؟ الوعد من قادر يملك أن ينفذ. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف في فرق بين تمكين من ينسب إلى الإسلام وبين تمكين الإسلام نفسه. فاللي يدعي ياخد الإسلام كده علشان لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المسألة لا ده التمكين مش لك أيها الحاكم. ده التمكين لمين؟ للدين. التمكين مش لك لمين؟ للدين.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول، إقامة الصلاة وتملي إقامة الصلاة جاية بعد مين؟ بعدها إيتاء الزكاة الاثنين. قال لك لأن إقامة الصلاة احنا قلنا زمان إن كل التكليفات جاءت بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت بالتكليف المباشر. وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرح لنا. افرض إن في رئيس ومرؤوس وفي حاجة مهمة تهم الرئيس، إن كانت يعني مهمة شوية يوم يكتب عليها تأشيرة كويسة كده عشان تروح تتنفس، وإن كانت عالية شوية المهمة شوية كده النغزة أعلى شوية يقوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معاملة صفتها كت وكت أنا عايز تنهيها وتجيب لل، وكانت مهمة قوي 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 بقى من حتة بقى كبيرة قوي يقول له تعال لي عندي عشان عندي أمر مهم إيه أقول لك عليه. أو ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعات كلها بالوحي بالوحي، بعدين الصلاة قال له لا ده أنت تطلع لي بقى فوق، تطلع لي فوق، فطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بواسطة. ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب، يجي يلاقيني في المسجد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة. وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي أن تقولها مرة. وبعد ذلك جاءت الصلاة ثم جاءت الزكاة ثم جاء الايه الصوم ثم جاء الحج، فيه دي أركان الإسلام. وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، دي أمر ضروري. وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزكي، ما عندهش يبقى الركن انحل عنه، عنده صحة ومش مسافر وبتاع يصوم، إن كان غير كده ما يصومش، مستطيع يحج مش مستطيع يبقى ما يحجش. يبقى الركنين الأصيلين إيه هم؟ الصلاة والشهادة، والباقي إن وجد فيه يبقى مش هو يؤمن بأنها أركان إسلام. إنما لما يجي يطبق الإسلام على نفسه ويشوفه اللي عنده إيه، ما فيش إلا الشهادة ومين، وبعدين إن كان عنده فلوس يزكي، إن كان قوي يعمل له الشهادة. قلنا مرة الصلاة لا تسقط أبدا وهي المكررة دائما كل يوم خمس مرات، لأن دي إعلان الولاء لله دائما، وإعلان الولاء لله ربنا قسمها كده على الزمن علشان الإنسان يبقى تملي كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر نداته. شوف بقى العظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من صنعته هو من عبيده إنهم يقابلوه كل يوم خمس مرات، وهو اللي يطلبها ويعملها فرض، وبعدين يقول أنا مش محدد يعني عشان
وإن عزت ما تتنقلش من وياه، خليك وياه. أنا بقول لك ده ضروري يبقى لمصلحتك تلك. ولذلك قلنا زمان هات صانعا تتردد عليه صنعته كل يوم 5 مرات، يبقى فيها عطب 5 مرات كل يوم. ده اللي بيعمل وردية الصيانة يدوب كل أسبوع كل شهر كل مش عارف إيه، 5 مرات كل يوم، وهو اللي يطلبها ويقول أنا لا أمل حتى تمله. أنت اللي تحدد إمتى تيجي وإمتى تروح، مش أنا، وأنت اللي تنصرف، مش أنا أقف وقول انتهت المقابلة، أنت اللي تنهيها. فأذى الرب. ولذلك لما هي كانت ضرورية وبتتكرر قلنا سابقا أن اجتمع فيها كل أركان الإسلام، لأنك أنت فيها بتشهد دائما أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى تكرر اللفظ الركن الأول في الشهادة. طب وفيها زكاة؟ قال لك ازاي فيها زكاة؟ قال لك الزكاة دي ايه بتعمل ايه؟ بتاخد بعض مالك. المال ده جاي من ايه؟ من العمل. العمل جاي من ايه؟ مش من الوقت. انا باخد الوقت بتاعك نفسه، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت نفسه. يبقى زكاة بالأقيم. وفيها صوم، لان اللي انت ممتنع عنه في الصيام انت تمتنع عنه في الصلاة، واكتر من الايه؟ من الصيام. ولا مش اكتر؟ اكتر من الصيام. يعني الصيام انت بتعمل ايه؟ تتحرك وتروح وتيجي، انما في الصلاة لا، ده انت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الصلاة. طب وفيها ايه كمان؟ قال لك وفيها حج، لانك انت ساعة ما بتيجي تنوب تتحين انك انت الكعبة فين؟ تبقى جمعت كل الأركان ولا لا؟ إذن هي نائبة عن الأركان في الاستبقاء. ولذلك إيه؟ قال لك عمود الدين. صحيح عمود الإيه؟ عمود الدين. ذلك ما تسقطش أبدا، حتى لو إنه ما يقدرش يقوم يقعد، ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه، ما يقدرش يهز راسه بالإيمان، ما يقدرش يهز راسه بقى خالص كده يبسط، يحرك عينيه في الركوع والسجود كده، يغمض ويخطرها على بال، ما بتسقطش ابدا. الله. وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء في العبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفهم، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توطن لاماكن، مش دي للاعيان ودي للدرجه الاولى ودي اللي مش عارف ايه ودي اللي زي ما تيجي طرق واقف. وبعدين تشوف اللي متعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه؟ استطراق عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه؟ كلنا بنبقى فيه ايه سواء. طب والزكاه؟ قال لك ده قوام الماده بقى، اللي ما عندوش قدره يشتغل والقدره يجيب انت تقدر، يبقى فيه قوامين الاثنين للحياه. الخلاف عايزه ايه؟ قيم، وعايزه ايه؟ وعايزه ماده. فالاثنين بقى دول، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وبعدين شوف بقى ما جابش هنا اطاعه الله، قال ايه؟ واطيعوا الرسول. لان لما اقيم الصلاه هقول له كم فرض والفرض قد ايه، ومين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاه نصابها قد ايه، مقدار اخراجها قد ايه، مصاريفها ايه قد ايه، مين اللي قال ده؟ يبقى ده بقى اطاعه مين؟ اطاعه الرسول. لا تحسبن الذين، برضه يعد للكافرين، يجيب شويه من هنا شويه من هنا. لا تحسبن، اي لا تظنن، الذين كفروا معجزين في الأرض. معجزين في الأرض يعني إيه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. أو إياك أن تظن إن الكافرين مهما علت مراكزهم واستشرى طغيانهم حيفلتوا من ربنا، مش حيثبتوا العجز عنهم أبدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سورة الجن يقول إيه؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، مش ممكن، هنروح فين؟ ولن نعجزه هربا، لا نقدر للروح كده ولا
اوعى تظن ان الجماعه الكفار هيفلتوا من ايدينا، لانني ساعه اهملهم، لكن اذا اخذتهم اخذهم اخذ عظيم مختلف، وما دام مش هيقدروا يعجزونا عن ايه، مدركينهم مدركينهم، زي ما تقول له وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا لما تنزل الاسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطف على الاولانيه، مع ان الاولانيه نفي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير، لا لا تحسبنهم معجزين في الارض. ليه؟ لان مأواهم النار مش هيعجزونا. نعم. وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى عمل آخر يمس المجتمع الداخلي للأسر، ديك كانت كلها المجتمع الخارجي مع بعض، هنا بقى المجتمع الايه الداخلي في الأسرة الواحدة. الأسرة طبعا مكونة كما نعرف من الأبوين، وبعدين يبقى الأولاد، وبعدين يبقى الأتباع اللي هيخدمهم، اللي مش عارف ايه حاجة زي كده. فربنا قال دي عايزة تنظيم. ايه التنظيم؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي ربا حكيما مشرعا لكم ما فيه مصلحتكم، استمعوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب يأتي له صورتين اثنين، يجي فعل أمر ويجي فعل مضارع فيه اللام، زي ما قلنا هناك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا يا من، يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر. لام يبقى الامر بفعل او طلبه له صورتين اثنين، يا تجيب فعل امر يا تجيب فعل مضارع فيه الايه؟ فيه اللام، اسمها لام الايه؟ لام الامر. لينفق ذو ساعة من ساعته، يبقى اسمها لام الايه؟ الامر. هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. التكليف ده من مين؟ التكليف من الله. ومن المكلف؟ المؤمنين. طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين لعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت أيمانهم، الذين هم اللي هيستأذنوا، يبقى الأمر لمين؟ وقال لهم يا أيها المملوكون للناس استأذنوا، ولا قال يا أيها الذين آمنوا؟ ده أمر غير مأمور. من المأمور بالاستئذان؟ ملكت أيمانكم والأطفال، مش كده؟ طب هم دول اللي مأمورين أنهم يستأذنوا، من الذي أمرهم؟ لا، ربنا أمر المؤمنين، أمر المؤمنين أنهم إيه يعملوا؟ زي الكلام ده بقى يأمر المؤمنين عشان غيرهم ينفذ؟ هم قال لك فيه الأمر من الله تكليف للمؤمنين الكبار إنهم يكلفوا اللي دونهم، يبقى التكليف من الله بأن يفعلوا كذا، هم يبتدوا يقولوا إيه. ولذلك يقول لك إيه في هناك، إنه بيقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ربنا كلف مين؟ هل كلف الأطفال بالصلاة؟ هم الكلف مين؟ كلف الآباء إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يؤمروا. يعني التكليف من مين؟ لأن دول الأطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم، إنما يبلغوا حد التكليف عندكم أنتم، أنا كلفتكم إنك تؤمروهم، ولذلك أنت اللي هتؤمر وأنت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ أم قال لك لتوالي الدربة عليهم في أمر قد يشق عليهم فيما بعد، فلما يتعودوه من دلوقتي انتقلت الى عهده، يقوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله؟ ايه تبقى سهله؟ ايه عليهم ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. ايه حكايه يستاذنكم؟ قال لك ان الانسان له ظاهر للناس جميعا ويكسر ظاهره للخاصة من أهله، يعني حاجات ما اقدرش أعملها بره إنما يقدر أعملها مع أهله.
يبقى الكل رؤيته واسعة الآب. يعني شيء أتحرز إن أنا أعمله أمام الناس، إنما إيه أقعد مع أهل أحط رجل على رجل أجيب مخدة أعمل مش عارف فإيه أعمل إيه، إنما برا لا. يبقى فيه إيه؟ فيه ضوابط اجتماعية للمجتمع الأعلى العام، وبعدين فيه ضوابط اجتماعية للأسرة نفسها. الأسرة يبقى الإنسان أوسع حرية فيه من المجتمع العام. وبعدين بقى لما يبقى الواحد في أسرته يبقى واسعة أوي 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 أوي. الله، يبقى لازم ينظم العملية دي. قال طيب، الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم، والعبد مش زي الأجير. الأجير يقدر يسيبك الصبح، إنما العبد ما يقدرش لأنه مملوك الرقبة. فدول يبقى المملوكية واضحة فيهم، يبقى المهابة للسيد ما يقدرش يفلت منه. وبعدين أطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي، فهل نخلي الحكم مع الناس كلهم؟ قال لا، الإنسان له خصوصية، هذه الخصوصية بس بتاعته هو بس. وإن كان الناس اللي ضروري في الخدمة يدخلوا عليه ويخرجهم يبقى دول لهم مسموح لهم بحاجة، إلا ثلاث أوقات مش مسموح لهم. إنتي قال قبل صلاة الفجر، لأن ده وقت متصل بالنوم، والنوم يجعل الإنسان حرية، حر الحركة واللباس وحرية الجلوس نوم ويمعري نوم. وإمتى؟ وساعة القيلولة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة الظهر وقت الراحة، ومن بعد صلاة العشاء. دول ثلاث أوقات لا يباح لواحد أن يدخل عليك إلا بإذن. شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان ايه؟ عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في اي حاجة هو عايزها. فالثلاث اوقات دول اللي هم امتى؟ قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم الايلولة يعني، ومن بعد صلاة العشاء. قال ده ملك خاص لك ايها المؤمن، تبقى على راحتك فيه. قال لأن الثلاثة دول، الثلاث أوقات دول خصوصية لك، لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل، خلاص. إنما بعد الاستئذان، بعد الاستئذان، الاستئذان هيخليك تتهيأ لإيه؟ لمقابلة الإيه؟ المملوك ده اللي ملوش إرادة، والعيل اللي لسه ما بلغش الإيه؟ اللي ما بلغش الحلم ما يعرفش أي حاجة دي، برضو تستأذن له. طب وبقية الأوقات؟ قال لك بقية الأوقات للكل بقى، حتى للزوجة لازم تستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد سيدنا عمر في أمر من الأمور، فأرسل إليه غلاما من الأنصار، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى يا عمر، ما ردش نايم، فلما ما صحيش من صوته راح رادد الباب وقفله وقعد بره وخبط، ما صحيش عمر. فالعيل بقى طلب رسول الله هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير رفع ايده للسماء قال يا رب ايقظ، ما فيش خير. وبعدين دفع الباب قال له ايه؟ عمر كان نايم نومه على راحته، ما فيش حد وياه، فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد، ولاحظ ان الغلام رآه. فخرج للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، أن نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمنا. حصل كيت 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 كيت. أم رسول الله سر من الغلام اللي قال إيه يا رب أيقظ، ما فيش له إلا كده، قال يا رب إيه، واستسماه وقعد مش عارف إيه. ونزلت الآية، نزلت هذه الإيه، ليستأذنكم الذين إيه ملكت أيمانكم، ملك اليمين ملك الرقبة يعني، والذين لم يبلغوا الحلم. يستأذنكم كم مرة؟ ثلاث مرات،
من قبل صلاة الفجر. ليه قبل صلاة الفجر؟ لأن ده امتداد للنوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تضعون ثيابكم تخلعوها يعني، ومن بعد صلاة العشاء، الثلاث أوقات الثلاث مرات دي في الأوقات دي الوقت ده عورة لكم. ليه؟ لأنك حر تصنع اللي انت عايزه، والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه. وسماها عورات، والعورة هي ما يحب الإنسان أن لا يرى أحد، لا يراه أحد عليها. والعورة نوع من الخلل، ولذلك يسموا الأعور اللي هو عنده خلل في بصر، ويسموا الكلمة النابية كلمة عوراء. العربي يقول وعوراء جاءت من أخ فرضتها بسالمة العينين. عوراء يعني كلمة قبيحة جاءت من أخ، فأنا ردتها عليه مش بعورة، بسالمة، مش بسالمة العين، سالمة العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الأوقات دي مفيش جناح إلا الأولاد يدخلوا زي ما يدخلوا، لأنك أنت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك أنت خلاص بقى حريتك انتهت، وتبقى قاعد في أوضتك ولا في الحتة اللي أنت قاعد فيها مستعد أن تستقبل إيه؟ أي أحد. يبقى إذا بس الثلاث أوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ للي ملكت الأيمان والذين لم يبلغوا الإيه؟ لم يبلغوا هم دول. ليه؟ أم قال لك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم ومش عارف إيه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم أو حرج بعدهن، يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل أي حد. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، ده رايح وجاي هنقعد بعد يعمل تشريع ازاي، ده ما يمكنش بقى دي. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياة، والله عليم بكل ما يصلح ايه الخلافة في الأرض، حكيم في أوامره، بيضع الأمر بإيه؟ بحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طب هو كان هو طفل ما يبلغش الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات، وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى أنه تعود وبقى كده، وبعدين لما يبلغ برضه يأخذ عليها لسه، نقول له لا، فليستأذنوا كما استأذن الذين انتهت مدتك. مدام بلغ الحلم يعني إيه؟ قال لك بلوغ الحلم هو أن ينضج الإنسان نضجا صالحا لإنجاب مثله. اليوم اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص ما فيش حاجة ناقصة فيه تكوين، وهذا لا يتأتى إلا باستكمال الغريزة، الغريزة اللي هي سبب في الإيه؟ في الـ في الـ في الـ في الأمثال يعني في الإنجاب. حتى قلنا زمان إن الثمرة حين تنضج يحلو أكلها. ليه يحلو أكلها وما حلش أكلها قبل كده ليه؟ قال لك لأنها لا تنضج إلا إذا سوت البذر اللي فيه، حتى تستطيع أنك تاخد البذر دي تزرعها تطلع شجرة، يبقى استبقاء نور. وإلا لو حلت قبل أن تنضج البذرة وخدت البطيخة أرعى ولبها أبيض ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ونجيب بطيخ تاني، يبقى معناها نضجها يعني ايه النضج بتاعها ينعي، اللي القرآن بيسميه ايه يعني بقى ينعي. قال لك حتى انت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الارض، لو حليت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقاء نوم. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناها انه ايه ناضج وصالح لإنجاب إيه لمثل، فلما يبقى ناضج وصالح لإنجاب مثل يقول له بس الرخصة اللي كانت لك زمان ما عادش إيه، ما عادش لك الإيه الآن. وإذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك أو الطفل هناك هنا في الصورة برضو دي، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، جابها كلمة طفل مفرد
انما هنا اثر كلمه ايه؟ الاطفال. ليه؟ قال لك لانه ما دام هيبلغ بقت له بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض، لكن مقاربهم واحده، انما لما يبلغ بقى ويبقى عنده الغريزه والبتاع كل واحد له ايه؟ كل واحد له شطحه ثانيه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. ما عادش هم بيستاذنوا ايه؟ ده هم بيستاذنوا في الثلاث اوقات الاخرين. قال لك ال- 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 الكبار التانيين بيستاذنوا في كل ايه؟ في كل الاوقات. يبقى دول يستاذنوا في كل الايه؟ في كل الاوقات. كذلك اي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم، كذلك يبين الله لكم اياته. وبرضه والله عليم بما يصلحكم، حكيم فيما يقلله. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. ما احنا عارفين ولا يبدين زينتهن ويحطوا مش عارف يدنين عليهن من جلابيبهن، وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء، معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعدة، قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قاعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين نقول ايه دي بقى ما عادش فيها قربة ولا عاد فيها اي حاجة، ما فيش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية، فيه واحدة ينقطع حيضها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام قال لك بقى انا هقول الحكم الاحتياطي، وانا بقول انه ما فيش مانع انها تضع الثياب بتاعها، لكن ان يستعفف خير له. نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول للستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام، ما تعملهاش عشان تقولوا وانا قاعد انا لسه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ثياب الخارجي دي، بس بشرط غير متبرجات بزينه. مش يضع ثيابها وبرضه عملان البتاع في خدها الاحمر وعملان مش عارف ايه، خلاص بقى. غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنظر بقى الى المراه حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورعه في مظهرها وورعه في شكلها وورعه في لبسها، تقوم تشوفها تزداد جمالا وتزداد بهاء وتزداد اثريه، ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعفف، شوف كلمه يستعففن يعني، وان يتركن ثيابهن من غير ان يضعهن. يبقى ليه؟ قال لك ده ادعى للعفه يعني، ادعى للايه؟ وان يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم، معطوفات على بعضها. الحرج في ايه؟ بعضهم قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ولا مش على الاعرج ولا على المريض، اي في الجهاد. تقول له ما تشوفهم معطوفات على ايه والحكم اللي جاي ايه؟ حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. او ليس على الاعمى، والحرج هو الضيق، والحرج هو الاسم، ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. نعم.
نقوم نقول له ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم فيما يتعلق بالحكم اللي جاي، لانه بيقول ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مساله الاكل بقى ليه؟ قال لك كان الاعمى يتحرج ان ياكل مع الناس لانه اعمى مش عارف يمكن يمتد الى احلى الطعام فياخده ويسيب الناس. الاعرج لما يجي يقعد عايز له راحه مخصوصه، يقوم يضايق اللي قاعد على ما يعدل رجله وعلى مش عارف ايه وتم، والمريض يمكن الناس تتأفف منه فكانوا يتأففوا، وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم دول. ليس عليكم جناح، يعني صح انكم تقطعوا ويا بعض ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزوات مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامله كده معاملة خاصة كده تقس مجرح لإيه؟ جرح لشعور. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه، ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة وهو يتأبى عنها، يقولوا لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا إيه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح، اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. أعمى يقطعها تخد إيه ده، أنا عايز أروح مش عارف إيه، مش عارف. كل الناس تجري عشان إيه؟ يبقى عين واحدة مفقودة منه يجي له 1000 عين عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف يقول تعالى خد ايدي عدين الشارع، 1000 واحد بده يعديه واخد الشارع. انما اللي عامل بقى مش عارف ومش عايز حد يعرف انه اعمى وممكن لابس نظاره سوداء عشان مش عارف يعمل ايه ويمشي يقع، يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى ايه؟ ياخد عينين الناس كلها، ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمته. فربنا سبحانه وتعالى عايز اصحاب الافات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ما ياخدوا من المجتمع ايه؟ ولذلك واعطفهم على انفسكم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه انفسكم. وياكم زيك تمام. ايه حرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم. كان زمان الانصار فيهم قزازه، لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والاكل موجود ما ياكلش الا اذا جه واذن له، وقد يسافر الواحد منهم ويترك التابع عنده في البيت ولا قالوش كل من الاكل ده يجي يلاقي الاكل بايظ ما ياكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن المساله تاكلوا من بيوتكم او بيوت اللي هيعطفها دي بقى. ليس عليكم جنون ام تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج ان يرفع؟ بقول ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك، ده هو بيتي. نقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال ايه؟ عد كده، ان تاكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه، بيت الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم، او بيوت اخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت مديك مفتاح البيت والأكل والشرب، تقوم تحرم نفسك ما دام اداك مفتاح يبقى يجن لك بأن تفعل، خلاص. أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديقكم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مرة فلقى بعض أصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء، الوعاء بقى فيه خبيث وفيه أكل قيل وقاعدين يأكلوا إيه فيه، هو دخل عليهم إيه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله. ويصر كده أو صديقكم، لأنه ما وصلش إلى مرتبة الإيه؟ الصداقة، إلا هو فيه شيء يمكن أكثر من الإيه. ولذلك يقول لك الأصدقاء أحب عند أصحابهم من الوالدين. ليه؟
أم قال لك شوف بقى الكفار في الآخرة لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم، يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. يلاحظ هنا إن الكل جمع، أن تأكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه، بيت الأم تأكل فيه، طيب أو بيوت إيه؟ إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه. ما قالش أو أصدقائكم أو صديقكم، لأن كلمة صديق زي كلمة عدو تستعمل واحد بس، لأن حتى إن كانوا أصدقاء إن لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش أصدقاء، يبقى كل واحد له هوا ما ينفعوش، يبقى لازم يكونوا على قلب رجل إيه؟ صديق. ولذلك شوف القرآن فإنهم عدو لي، ده جمع ولا مش جمع؟ فإنهم إيه؟ ما قالش أعداء، فإنهم عدو لي، لأن ما دام عداوة يبقى يجمعهم الكراهية دي وإن الحكاية متفقين على ذلك، يبقى كأنهم شخص إيه؟ شخص إيه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ويا بعض أو أشتاتا، كل واحد يأكل لوحده. هنا بقى الكلمة اللي قلناها من بيوتكم، أي حرج في أن يأكل الإنسان من بيته حتى يقول الله؟ ما فيش حرج تأكل من بيتك. وهل كان يجي على البال إن الواحد يجد حرج في أنه يأكل من بيته؟ نقول له لو أنت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء، لو وجدت اللي جه بعد بيوتكم أي آبائكم، وبعدين إيه أمهاتكم، وبعدين إيه أعمامكم وعماتكم وإخوانكم كله، ما جابش سيرة أبنائكم أبدا، مع أن كان أول حاجة تيجي ليس عليكم جناح أن تأكلوا من إيه؟ من بيوت أبنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الأبناء. ليه؟ قال لك لأن بقى الولد وما ملكت يداه، وقال الواحد يأكل من كسب يده، والولد من كسبك يبقى بتاعك، والولد يبقى إذن كلمة بيوتكم يعني إيه؟ شيل إيه؟ وقول إيه؟ أبنائكم. وما حبش يجعل الأبناء بيوت مع الآباء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتات متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. الإسلام يجعل المجتمع الإيماني واحدة، فساعة ما تسلم على اللي في البيوت أكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم، هم هيقولوا، يبقى أنت بتسلم على نفسك، أنت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه، يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم؟ ده هم اللي كتير وأنت في البيت يمسكوك، يبقى لما تسلم عليهم أكنك سلمت على مين؟ أو أن البيت لما تدخله تسلم على نفسك وإن ما كانش فيه حد. وإذا دخل المسجد كانوا يقولون إيه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد. فسلموا على إيه؟ أنفسكم تحية من عند الله مباركة. أولا حييتم فحيوا، هذا واحد. والتحية من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بأنها إيه؟ مباركة. المباركة أن يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. يقول لك يا شيخ ده فيها بركة الحكاية دي، ده الأكل اللي كان عندنا أفضل مش عارف الناس، الأكل ده مبروك. مبروك يعني إيه؟ يعني أدى ما لم يكن في الحساب أنه يؤدي. كذلك أي كما بين الله تلك الأحكام يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أن الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته، وهو غني عن هذه، إنما يأمركم بأشياء ليعود نفعها عليكم. وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم أنتم، أديتكم جزاء كمان.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما المؤمنون، المؤمن معناه آمن بإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا جت حركتك خاضعة لأوامره، يعني افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى ذاتك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين، خطب، حدث، حرب، أي حاجة تهم المسلمين، وبعدين يقولوا إيه تعالوا بنقعد نتشاور، عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته ويوسع أمد الشورى. فبيقول إيه المؤمن الحق بقى، إذا كان الرسول دعاهم إلى أمر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين إذا استأذنوا مش إلزام إن الرسول يأذن لكم، لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لهم، ولا فأذن لمن شئت، لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وانت تعرف ان له رأي في المسألة اللي هنبحثها، تقول له لا استنى شوية ده احنا عايزين رأيك دلوقتي. يبقى إذن هم لازم يستأذنوا. وللرسول إذا استأذنوا مش معناها انه يأذن، يأذن لمن ايه؟ لمن شاء منه، لمن يرى ان في الباقي عوض عنه بآرائه. فإذا كان واحد هو يعني اللي آرائه كده يقول لا استنى شوية ما يأذنلوش، ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن، يستأذنوا لشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيغفر له دي كله، يستأذن ولو في شأن يخصه، ولو ان الرسول أذن له. انا برضو مش عايزه يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لأمر جامع يهم جماعة المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الواد اللي خايف عليه مش عارف ايه، انا عامل مش عارف، الله تبقى انت مش وياني. تبقى يجب يكون في امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ مكتل كل مواهبه وكل خواطره في الموضوع. كونه يستاذن لبعض شانه دليل على انه ذهنه اشتغل لبعض شانه. انت في بعض شانك انت الخاص هتسيب امر عام، فدي انت بقى عايز استغفار من الرسول لك. الرسول يستغفر ليه؟ زلك ويستغفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع الرسول على أمر جامع، يعني أمر مهم لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته عشان يطلع الحكم إيه؟ الحكم صحيح وسليم. لن يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش هم ينسلت كده، لازم يستأذن الأول علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منهم، يبقى ما استأذنش لا لشأن. فإن استأذن لشأن يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم. واستغفر لهم. طب استغفر لهم ايه بقى؟ اهل الوقفة والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن يكون الرسول مع صحابته في أمر جامع يهم الدعوة من حرب أو حدث خطير، يريد أن يستمع فيه إلى رأي أصحابه ليستنير بتجاربهم ومشورتهم.
وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعو لأمر يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة. والناس يدعون بعضهم أيضا للتشاور في أمور بعض، ولكن إذا دعا نفر نفرا ليتشاور معه فإنما يتشاور في أمر ذاته وخصوصيته وخصوصية صاحبه. ولكن رسول الله حين يدعو لأمر لا يدعو لخصوصية واحد، وإنما يدعو لخصوصية أمة شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وسيستفيد الفرد أيضا من هذه الدعوة، ربما كانت فائدته من الاستجابة إلى الدعوة العامة التي تنتظم كل الناس استفادته منها خيرا من استفادته من دعوته الخاصة. فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق، فإذا كان هذا الفارق موجود أيحرم الله بعض الناس أن يكون لهم مشاغل يستأذنون فيها رسول الله؟ ألا، برضو لهم أن يستأذنوا، ولكن يجب أن يضعوا هذه المقارنة في بالهم أنه قام لبعض شأنه هو، والرسول قائم في أمره لشؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد، ويستفيد أمته، ويستفيد المعاصرون له من الناس جميعا، ويستفيد الخلق إلى أن تقوم الساعة من موقفه هذا. فإذا ما فضل شأنه على هذه الشؤون يبقى برضو أساء، وما كان يليق به أن يفعل ذلك. ولذلك قال له فأذن لمن شئت منه وإذن له، ولكن استغفر له. طب يستغفر له ليه؟ لأنه كان يجب أن يضع في المقارنة موقف فائدته كسر وموقف فائدة هذا الاجتماع للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. الحق سبحانه وتعالى يقول في الآيات الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، أنت بتدعو بعض لبعض عشان مسألة خاصة، ولكن الرسول يدعيكم لمسألة عامة، مسألة تتعلق بالأمر كله في حركة الحياة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. طب هذا إذا كان النص دعاء الرسول دعاء صادر من الرسول لكم، قال لك في الآية برضو تحتمل أمر آخر، أو دعاء لكم للرسول، يعني دعاء صادر من الرسول لكم أو صادر منكم، بمعنى أن الرسول تدعوه يعني تناديه، ما هو الدعاء بيطلق على النداء. يبقى إذن البرضو دي مداخلة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء، ما تقولوش يا فلان يا محمد. ولذلك ربنا عاب على من إيه؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعلم. ليه؟ لأنه يقول يا محمد، ده حتى مجرد النداء بأيها الرسول ما كانش صح، انتوا تسيبوه على راحته، وهو لما يجد لنفسه فراغ للقاء الناس إيه؟ هو يطلع. بقى يبقوا أساءوا الأدب في أنهم نادوك، خلاص أدي واحدة. أساءوا الأدب تاني أنهم نادوك باسمك، وما يصحش أننا أنادي الرسول باسمه أقول له يا محمد، لا، لأن الجامعة بين الرسول وأمته مش أنه محمد، ده أنه رسول الله، فلازم تناديه بهذا الوصف. وإذا كان ربه وهو خالقه وهو مصطفيه ميزه عن سائر إخوانه من الرسل ومن أولي العزم، فكل رسول من الرسل أولي العزم ناداه الله باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا داود الناجع، كلهم ينادون بأسمائهم. ولكن هات لي آية في القرآن نادى الله فيها رسوله باسمه، إنما قال يا أيها الرسول، يا هذا هو الشرف له، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فإذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقية الرسل، بل ناداه بيا أيها الرسول ويا أيها النبي. فأنتم ما تزودوهاش وتبقوا تنادوه باسمه، قولوا يا أيها الرسول
يا رسول الله يا نبي الله، هذا هو الوصف الايه المشرف. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني ان كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا للدعوة دي لخير نعام، ومسألتك الخاصة خاصة، وان كان انتم بتدعوه بتنادوه برضو ما تجعلوش ايه الدعاء بتاعه، الدعاء كله كدعاء بعضكم لبعض. الذين يستأذنون رسول الله، لا شك انهم برضو فيهم ايمان، كلهم ما يخرجوش كده من المجلس اللي النبي جاء مجتمع فيه بيستأذن، برضو مؤمنين، انما قال لك لا، ده فيه ناس تانيين هيخرجوا من غير ما يستأذنوا، يخرجوا من غير ما يستأذنوا. يقوم ربنا يقول فيها بقى ايه المقابلين بقى، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. التسلل هو الخروج بتدريج وخفية، يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي منه، يقوم ما يقومش كده من وياك، يخرج على طول، يبص الواحد كده كأنه يعني قال بينه وبينه كلامه، يتنقل شوية كده ويقعد يكلمه، وبعدين يزحزح كمان شوية، وبعدين يزحزح لحد ما ايه، لحد ما يتدرب يروح مال، زي ما احنا بنقول ده السلت، مش هو المعنى، المعنى هي دي. قد يعلم الله الذين ايه يتسللون منكم، ويتسللوا بمفرده يعمل العملية دي بقى، أو يلوز بواحدا الواقف كده يعمل انه هيكلمه ويطلع وياه لحد بره كده ويقف يكلمه، وبعدين يستغفلك شوية ويتنه ايه. وفيه ناس كتير كده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يستترون ويلوزون بواحد كده عشان ايه يخرجوا. طب فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر النكيرة، معنى الحذر يعني بقول له خد بالك انك انت بتعمل عملية صعبة وهيبقى لها عاقبة سيئة، لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي، وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له. احذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمره، ومعنى المخالفة عن الأمر، ليه ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره؟ لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة. هنا بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه. الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه نهي، ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدده، لا هي لا مش طلب، يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا أمر، تنهاه يبقى ده نهي لا تفعل، انما الامر اللي احنا مجتمعين ليه لا هو لا من ده ولا ده، الامر اللي احنا ايه بنتكلم فيه، يبقى اذا الامر له ايه، اما ان يكون طلبا واما ان يكون امر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فان كان امر يعني يقول له ايه افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا، وان كان امر عايزين نتكلم فيه هو ده اللي ايه. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني يشوفوا الرسول قال ايه في موضوع ما يخالفوش ما يعرضوش، ليه؟ لأنه قال أنا بشر، إنما بس أزيد شوية أزيد حتة كده يوحى إليه. ولذلك الرسول يروح محدد مركبه كبشر وكرسول، يقول يرد علي يعني من الحق الأعلى فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. فأنا ساعة ما تعرضوا على الأمر رفض أن الأمر ده جاي إيه. ولذلك كانوا يتأدبوا الفاهمين للأمر، يتأدبوا يقول له المسألة اللي أنت تقولها دي يا رسول الله دي يعني أنزلها الله عليك بوحي ولا هو الرأي ولا؟ يقول له لا هو الرأي، يعني دي ما نزلش فيها كلام. يقول له لا برضو الأحسن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويسمع إيه ويسمع كلامه، فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف ايه زي مثلا في غزوة بدر، قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا، لا لو نزلنا على الماء الفلاني ده يبقى احسن لاننا نبقى عايشين مش عارف، لان انت مش المنزل ده انزلك الله، لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه فيه اذا قضى الله ورسوله امره يعرف خلاص انتهت المسألة. لا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة، ده في الدنيا بقى جزاء في الدنيا، او يصيبهم عذاب اليم، يبقى في النفد منها بحيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم من ايه
في عذاب الايه؟ عذاب الأليم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور: ألا. ساعة ما تسمع ألا دي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها مهم. وده ليه؟ يقولك ألا أداة تنبيه. طب وبينبه ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقوله لمين؟ الواحد اللي بينقل له الكلام وهو السامع يبقى خالص ذهن، لكن اللي عايز يتكلم يبقى حضر المسألة بذاته أولا، فيبقى عنده إيه؟ أنس بما يتكلم به. لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ، فإذا فوجئ من تريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الايه؟ الكلمات. والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حديثه بعد آلة. يوم يعمل ايه؟ حق يقول ايه؟ يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ملهاش معنى ذاتي إلا أنها جارة تقول لك أنا هتكلم. أنا ايه؟ ألا. طب ألا ايه؟ يوم الواحد يتنبه، يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند آلة. وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي ايه؟ اللي هو عايزه، يبقى ما يفوتش ولا ايه؟ وده اسلوب العرب. هو لما مثلا يقول ايه؟ ألا هبي ألا، وبيخاطب المرأة اللي بتناوله الكاس، ألا هبي بصحنك فاصبحي له، ألا هي ايه؟ هو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد، عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يضيعش منه ولا ايه؟ فلما ربنا ألا يبقى نبهنا، بقول اتنبهم لأن أنا هقول كلام ايه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع منه ولا ايه؟ ولا حرف، لانني لو قلته على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جمله، يكون ضاع كلمه، يكون، وانا مش عايز يضيع منك ده، لازم تتنبه. ما هو ده الحذر. الا ان لله ما في السماوات والارض. لله ما في السماوات والارض. طب السماء والارض ظرف اللي فيها ايه؟ كل الشيء اللي احنا بنشوفه علوي وايه وسفلي. بس السماء والارض هي لله اللي فيه. قال لك ما هو ايه الحته الثانيه؟ لله ملك السماوات والارض، يبقى الظرف له إيه؟ والمظروف له. ولكن عاده الظرف يبقى اقل في القيمه من المظروف فيه، يعني ما تحطش حاجه في، تحط حاجه في الخزن، يبقى اللي في الخزن اثمن من مين؟ اثمن من الخزن. تحط حاجه في كيس، يبقى الحاجه اللي حطيتها في الكيس اثمن من الايه؟ من الكيس. يبقى السماء والارض كما كان مهمتها ايه؟ عظمتها في إيه؟ فيما فيها. ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في المصحف. كتير بيعملوا كده، معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف، معاه ورقه مهمه كده يحطها في، يقول له لا عيب. ليه؟ ام قال لك لان المحفوظ دائما اثمن من المحفوظ فيه، ولا أثمن من كتاب الله، فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء. أي؟ نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله إيه؟ ملك بتاعه، ما حدش ادعاه أبدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. على كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية ما حدش قال أنا عملت دي أبدا أبدا، ولا جم إيه؟ ولا جم إيه؟ ده حتى النمرود لما جه جادل ويا إبراهيم أقول أنا أوحي، قال له برضه أنا أوحي وأميت، ودخل في السفسطة والجد، قال له طيب نسيب دي، ربنا بيطلع الشمس من المشرق، من فضلك بقى طلعها لنا أنت بالمغرب. فضلت الحكمة. فبويت الذي كفر. يبقى دي حاجة ما ادعيتش. فبقول إن لله يعني ملك بس، وقيومية وإيه كمان؟ وتصريف. مش خلق الحاجة وسابها كده. ما تفتكرش بقى إن ما دام المية عمالة تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف إيه وبتاع المسألة كده، لا لا، ده هو إيه؟ يروح مقدمك مرة كده ومنع السحاب أن يتراكم والمية إنها تنزل، والبلاد اللي بتمطر دائما تلتفت تقول بتشتكي الجفاف. الله. وبلد تانية ولا في حتة تانية من الدولة نفسها بتتغرق بالسيول. المسألة بقى مش رتابة كده يعني علشان تاخدها أنت وتنفذ منها، لا، ده هو قيوم على الأشياء ومالك للأشياء ويتصرف في الأشياء.
ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم، قد يعلم، قل لك الحق سبحانه وتعالى علاقته بالأحداث، والأحداث هي التي يعبر عنها بالأفعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغة في النحو يقول لك في فعل اسمه الفعل الماضي، وفعل اسمه الفعل المضارع، والمضارع ده يبقى له قسمين، يا حال يا استقبال. الماضي زمن انتهى، زمن انتهى قبل ما تتكلم. جاءني زيد، قبل ما اتكلم كان هو ايه؟ يعني ده فعل اسمه ايه؟ ماضي، وده تحقق خلاص لأن زمن انتهى وهو جه. طيب يأكل محمد، يا دلوقتي سيأكل محمد هياكل بعد شوية، سوف يأكل محمد يا بعد شوية كتير. الله، إذا الحدث ايه؟ في الماضي الحدث ايه؟ وقع. في المضارع الحدث يبقى حال، في الوقت محمد يأكله يعني الآن، ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة نقول له سيأكل، ولا بعدها بمدة طويلة ايه؟ سوف يأكل. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال، كله ماضي وواقع، كله ماضي. احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه أتى أمر الله، أتى، لما تقول أتى أمر الله يبقى فعل ايه ده؟ فعل ماضي خلاص. يقوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه. طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي، وهو قال اتى، ام قال لك اصل هو لسه حياتي، انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل. فيبقى فلا تستعجلوه هي مش منطقيه مع كلامك، انما منطقيه مع كلام مين؟ ليه؟ لان ربنا بيقول ياتي يبقى معناها انه ايه؟ انه اتى. ليه؟ لان مفيش حاجه تعوق انه يجي. يبقى اكن المضارع والاستقبال كله بالنسبه لربنا ايه؟ امر مقدر، امر ايه؟ هات بقى قد يعلم ما انتم عليه. قد يعلم ده قد بيتحقق خلاص، ويعلم في الحال او في الاستقبال، القرينه تبينه. ام قال لك ايه؟ هو بالنسبه لله قد علم، وبالنسبة لك أنت لأنه لسه ما حدثتي يبقى يعلم. إذن ففيه طرف منك وطرف من الحق. فبالنسبة للتحقيق جاء الله بقد، وبالنسبة للاستقبال جاء الله يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ايه ليه جاء الحكايه دي؟ قال له، قال خد بالك ايه لها في ايه ثانيه الشريحة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. واياك ان اياك ان تفهم ان رؤيه الله للابعاد المختلفه اللي في اماكن مختلفه رؤيه كده. قال لك ده كان لكل واحد رؤيه لوحده، ولذلك قال في ايه ثانيه برضه افمن هو قائم على كل نفس، مش نظره عامه ليكوا كده، لا ده كان كل ايه؟ كل نفس لها ايه؟ كل نفس. يبقى دقه ايه؟ دقه اطلاع. وما دام دقه اطلاع لازم لها فايده. ليه؟ علشان يجي الجزاء حق. يبقى اذا ما دام فيه دقه اطلاع هيجي جزاء على دقه الاطلاع ايه؟ حق. يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن، اوعى يكون شأن تافه ولا كذب لانه عارف كل حاجه. وياك يا متسلل لوازن ده كده تكون عندك حاجه اهم من مجلسك بقى حضره الايه؟ مع حضره النبي، لان كان مجلس النبي دي مساله يعني مساله كبيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه إن صحابته يبقوا قدامه تملي، لأن هو ربنا بيوصيه على أصحابه يقول ولا تعد عيناك عنهم،
استنك بس اسلوب، ولا تعدوا عينك. ولذلك لما صحابي من الصحابة مثلا كان يصلي مع النبي، وبعدين ساعة النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وبعدين النبي يلتفت يلاقيه مش موجود، رآه في أول الصلاة وبعدين في آخر الصلاة ما لقاه، وبعدين جه صلاة واستوقفه، التفت بسرعة كده واستوقفه. الزهد فينا يعني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه. فقال له ليه انت يعني فالرجل أحرق، عايز يفهمه أن الذي دفعه إلى ذلك شيء يسر رسول الله أيضا. قال له يا رسول الله إن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة، فالنبي دعا له بخير، يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه؟ توب واحد. انا جيت هنا وهي منتظران للصلاه. لما راح لمراته قال بعض الصحابه فسالوها بعد ذلك، قالت والله لقد غاب عني قدر 100 تسبيحه. الله، شوف شوف الساعه بتاعتها، ايه الراجل غاب ليه؟ الله عماله الله مستشرفه وتنه. فلما راح قالت انت غبت عني ليه؟ برضو حبش يعني. فقال لا والله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا، فقلت له كذا كذا. قال له أتشكو ربك لمحمد؟ يبقى ده يسر حضرة النبي ولا ما يسروش؟ إيه قد يعلم ما أنتم عليه، محقون في سبب أقوى، غير محقين كذابين، في جزاء يوم ترجعون إيه إليه. وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ده ملك وقهر، والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه. قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد، ده ملك رحمة، بدليل إنني نظمت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور، عشان تمشي كده لا تحطم اللي أدنى منك ولا اللي أعلى منك يحطمك، وتمشي في كل حاجة على هدى إيه؟ وبصيرة. والدليل على ذلك أن يقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقلنا أن تصدير الآية الكريمة بقوله إنما يدل على أنه سبقها مقابل، هذا المقابل على النقيض مما يجيء بعد الآية. فإذا كان قول المؤمنين إذا دعوا كذا يبقى لا بد أن يكون لها مقابل، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، وبعدين يقول أفي قلوبهم مرض إلى آخره. إنما كان قول المؤمنين، تقول فلان كسول إنما أخوه مجد، يبقى ساعة ما تسمع كلمة إنما تعرف إن فيه إيه؟ فيه مقابل، هذا المقابل على النقيض من هذه. يبقى قول المنافقين إيه الأول كان إيه؟ بيقولوا إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، أفي قلوبهم مرض إلى آخره. إنما كان قول المؤمنين، يبقى أكن المقابل قول المنافقين إنه ما لا يقبلون حكم الله ورسوله، وإنما المؤمنين يقبلون حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كلمة سمعنا تدل على أن السماع المقصود
ليس وصول الصوت من المتكلم إلى أذن السامع، وإنما سمعنا سمعا يليه إجابة بالطاعة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى إذن السمع له وظيفة، في واحد يسمع وكأنه ما سمعش، زي ما احنا نقول في الريف بيسمع الكلام من هنا ويطلع من هنا، ولا ودن من طين وود من عجيب. إنما دول يسمع، ولذلك سمعنا هنا بمعنى أجبنا يا رب، صممنا على الإجابة، وده وعد كلامي. وبعد ذلك التصميم على الإجابة يطيعون ينفذون ذلك بإيه؟ بالطاعة. احنا ساعة ما نصلي بنقول سمع الله لمن حمله. ماذا سمع الله لمن حمله؟ يعني ايه؟ يعني اجاب الله من حمله. نعم. واولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون معناه الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الفلاح وهي من الفلاحة في الارض. ليه؟ قال لك لان الفلاحة في الارض دي اصل الاختيات منها، فكل واحد بيشوفها لما بيفلح الارض كويس ايه اللي بيجي له؟ بتجي له الثمره الطيبه. يرمي بذره واحده حبايه قمح واحده تجيب له كام؟ تجيب له 700. فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي من يزرعها حبه واحده تجيب له 700، يبقى خالق الارض يعمل ايه؟ يبقى جاب كلمة مفلحون. مفلحون تملك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كان لنا شيخ رحمه الله ورضي عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف يدرس لنا التفسير، فلما جاءت هذه الآية قال فيها كلمة وهو في حالة، اسمعوا يا أولاد، برقية من الله، برقية من الله. فقال لنا الآية دي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال لم تدع هذه الآية حكما من أحكام الإسلام إلا جاءت به، فكأنها تعتبر إيه؟ برقية موجزة جمعت المنهج. يطع الله اللي بقى آمن به وأطاعه، ويطع الرسول صدقه، وبعدين إيه؟ يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه، وبعدين يتقي في الإيه؟ في اللي جاي. يبقى فائز. ولا قال لك دي بقى برقية، برقية يعني كلام موجز يشمل كل ما في الإيه؟ كل ما في القرآن. وإحنا نعرف إن الكلام الموجز يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيرة في اللفظ الإيه؟ في اللفظ الموجز. ولذلك قلنا زمان انهم قالوا لواحد خطيب انجليزي، قالوا له، كان مشهور بانه خطيب، قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعه كم ساعه تعد الخطاب ده؟ ام قال اسبوع. بقى يقعد اسبوع عشان يعد من خطاب يطلق في ايه؟ في ربع ساعه. قالوا طب واذا كان في نص ساعه؟ قال يبقى ثلاث ايام. الله، طب فإذا كان في ساعة؟ قال يبقى يومين. طب فإذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الآن أنا مستعد. أكن كل ما إيه الكلام يبقى مركز، يبقى عايز إيه. ولذلك أنت لما تبعت برقية الواحد بتحاول تجيب كلام إيه؟ كلام مركز، إنما معانيه إيه؟ باللي بيسموه الإيجاز المبين، الإيجاز المعجز. ولذلك قالوا إن سعد باشا زغلول وهو في فرنسا أرسل لصديق له خطاب، خطاب من أربع صفحات، قال له إيه؟ أما بعد فإني أعتذر إليك عن الإطناب، يعني عن التطويل، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. أهي دي البرقية. قول لي بقى بعد كده إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لأن أصل ذكر المقابل أمام المقابل يدي معنى تأكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للإسلام. وبعد ذلك رجع إلى مين؟ إلى المنافقين، فقال: وأقسموا بالله
جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله، قسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على أن المقسم عليه ده حي إيه يعني. والإنسان ما يقسمش إلا حاجة يريد أن يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس أقسموا بالله شكت كده، جهد أيمانهم يعني بالغوا في الإيه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم إيه؟ يعني مش قال وحياة أبويا وحياة أمي وحياة أخويا وحياة مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع أو ليصمت. فلما هم أقسموا بالله، إحنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيوتنا ومن أموالنا ومن أولادنا ونروح وياكل إيه؟ الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم، ولذلك يقول في آية ثانية ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الإيه؟ غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى ودقة أدائه، بيت طائفة منهم يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبقوا كويسين. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في إنه يخلص إيمانه يقول لك يا فعلا إزاي يقول كده، ده بلاني دلوقتي رايق وبدأ أعود إلى الإسلام الصحيح. فيقول بيت طائفة منهم، فأقسموا قال لا تقسموا. زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلفنجي، يقول له بس ما تحلفش بس، اصل احنا عارفين ايمانك وعارفين ما انت عنك بس، والطاعه بتاعتك اللي بتقول لها طاعه معروفه طاعه ايه، يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا تايهين عنك قوي. فبقول لا تقسمه، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن أن تنهاه أن يقسم على خير، لأن الخير وعايز يأكله، تقول له ما تقسمش ليه؟ أما لك لأنه مجرب بأن القسم ده إيه؟ قسم حانس يقسم لسانه ويعصى وجدانه، فقال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا الطاعة بتاعتكم، لأنهم أقسموا إن لما تقول لنا اخرجوا نخرج عنطية، قال لك ما يطاعتكم معروفة السوابق يعني واضحة أوي أوي طاعة إيه؟ معروفة. وبعدين بيأكد لهم ويقول لهم إن الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما يخبرهمش عظة، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث، يقوم القرآن يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضح لهم اللي هم في نفسهم، مش بيقولوا للناس، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده أنت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي أخبره أنه قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبره بقى ويعرفهم أنه مؤيد من ربه، وإن ربنا مش هيسيبكوا تغشوا فيه أو تخدعهم، ولازم يقول له. فإذا جاءت السوابق مرة واثنين وثلاثة، كان أما كان يصح أن كنتم ترعون وتنتهوا عن النفاق وتخلصوا الإيه؟ تخلصوا الإيمان. إن الله خبير بما تعملون، ومدام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الخبرة؟ أن يفضح قلوبهم ويفضح إيه؟ ويفضح نواياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترميش طبته، خليك لآخر لحظة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه، وبعدين التفت لقى الايه البعير، يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرد منه ويلاقيه، لانه خلقه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا خلاص انت عملت اللي عليك، برضو عملوا اللي عملوه وبعد ذلك دعيتهم تاني، انت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لان عليك البلاغ فقط، وعلينا
الحساب، انت تبلغهم واحنا علينا الايه؟ علينا الحساب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف بقى الايه الاولانيه اللي بيقول عليها البرقيه بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله. ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما هل قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعه. القران مره يقول اطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمه الطاعه مره واحده الامر، ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول يكرر امر الطاعه، ومره يقول واطيعوا الله بس، ومره يقول واطيعوا الرسول. يبقى الامر بالطاعه ورد على كم وجه؟ يقول اطيعوا الله والرسول، فالمطاع واحد اللي هو الله ومين؟ والرسول. والامر اطيعوا الله واطيعوا الرسول، دي اطاعه وده ايه؟ اطاعه. اطيعوا الله اطيعوا الرسول وبس. ومره يجيبهم من يطع الرسول فقد اطاع الله. ايه الحكايه؟ قال لك لان القران جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للاحكام كالكتب السابقه، ده جاي كتاب اعجاز. الاصل فيه انه ايه؟ معجز. والاحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، انما مع انه كتاب احكام ادخل فيه اصول، مع انه كتاب اعجاز ادخل فيه بعض اصول الاحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل ايه؟ يبين. وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القران، عمل للرسول تشريع خاص. يبقى القران الاول جاي كتاب ايه؟ معجزه، وبعدين بس مس اصول الاحكام واجماليات الاحكام، قال عليكم صالح. انما هل كلمنا في الصلاه قال كم وقت؟ لا. هل كل وقت كم ركعه؟ نعمل في دي ايه ونقول في دي ايه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنص تشريعي في القران. واحد يقول لك اللي يغيب 15 يوم من الوظيفه بتاعته نفصله، يقوم يقول لك هات لي دي من الدستور. الدستور ما قالش الكلام ده. نقول له لا، ما هو الدستور في ماده ويعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمه لهذا العمل. الله، يبقى لما قال لك واخدها من ايه؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سالوه انتم بتقولوا ان القران ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قول لنا بقى الاردب القمح فيه كام رغيف؟ فقال لهم طيب سكت، وبعت واحد لواحد خباز فتنه جاي، قال له يا سيدي الاردب القمح بتاعكم فيه كام رغيف؟ قال له كذا 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 كذا. قال له الله، انت بتقول في القران؟ قال بقولها في القران، احنا عندنا ايه في القران بتدينا كده، قول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى موجوده في القران هو ولا مش موجود؟ يقول لك انت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه، والصبح 2، والعشاء 4، والظهر 4، والعصر 4، يبقى كله جاي منين؟ فالامر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاه عماد الدين، والصلاه والقران، والصلاه كتابا موقوتا، يبقى الامر جاي من مين؟ يبقى في هذا اطيعوا الله والرسول، لانهم متواردين على امر ايه؟ على امر واحد. انما لما يقول للصلاه وبعدين احنا بنصلي 2 و3 و4 ودي جهل ودي سر، نعمل ايه؟ يقول لك فيه طاعه لله في اجمال التشريع ان الصلاه مفروضه، وفيه طاعه خاصه الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي اطيعوا الله واطيعوا ايه؟ طب ولما يقول واطيعوا الرسول ودي ايه في القران؟ أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه نص، لأنه هو مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما فوضوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا قل لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اذا ربنا بيقول له قل لهم تاني عشان تريح نفسك، وان كنت انت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، انت تبلغ مره واحده واحده للناس. نعم.
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه، هو عليه اللي حمله. ربنا قال له عليك الايه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم، خلاص هو أدى، انتوا بقي عليكم انكم ايه؟ انكم تأدوا، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. كلمة بقى هناك ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعدين يجي هنا يقول لك ايه؟ وان تطيعوه ولا تطيعوهما. لأن محمد ما أسموش ربنا ربنا ومحمد. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الإيه؟ لتنظيم حركة الحياة. إحنا كنا في أول سورة النور قلنا الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون، وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. وما دام النور الحس اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يبدي نوره كل انوار لتنطفي، فكذلك يجب في الامور المعنوية ان كل ما ربنا يشرع في حاجة آراءنا تنطفي. ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا، ودي بالقياس. وقال انتوا شايفين الدنيا اهو، ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعة وده بينور مسرجة وده بينور نمرة خمسة وده بينور نيون وده بيجيب فلوريست وده بيجيب نجف، كل واحد على قده. لكن ساعة ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفرة. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوها ولا ربنا ما يظهر انتهى كل شيء، يبقى حط النور المعنوي الاخر. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافة في الارض تبقى على نور. ما هو جايب الانسان خليفة، ولذلك قلنا عايزين في الخليفة حاجتين اتنين: ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، بس خدوها من حل عشان يبقى البنية الجسمية الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى في جهاز الاستقبال وجهاز الارسال. الله يرسل مدده واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال. وبيقول لك ان ابن ادم يدعو يقول ربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطه زي ما بتزيح، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا الراديو، واحد ما الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطة صحح الجهاز، الجهاز اللي هو ايه؟ ذرات تكوينك، اضمن انها لقمة من ايه؟ من حلال عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه؟ كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا، امال الخلافة تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه؟ نظيف في ايه؟ في اقتياته ذراته سليمة، في تناسله ذراته شريفة وطاهرة، يبقى خلافة ايه؟ خلافة في الارض، خلافة ايه؟ صح. الكلام اللي قلناه دي. وبعدين اوعوا تكترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونة عشان ما تطلعوش على عورات الله. بده يعمل سلامة في مين؟ سلامة في مجتمع الخلافة عشان تبقى خلافة ايه؟ خلافة صح عن الله. كل اللي قاله ده هنا ابتدأ هنا يجي صب في الآية دي اللي بقى ايه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى دول أهل لأنهم يكونوا خلفاء، ذرات من ناشئة من حلال، تناسل وذرية نشأة من ايه؟ من حلال. يبقى دول ايه؟ ابتلاءات وعركة ابتلاءات، حركة ابتلاءات. قال لك ايه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبشة، وبعدين طلعوا راحوا المدينة. من ايه؟ من انهم تعبانين. قال لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ده دول هيحملهم للدنيا كلها مشاعر الهداية،
يبقى لازم يتربوا تربية دعك ويفهمهم انك انت ما انتش رايح لمبدأ هيديك دلوقتي انما هيديك بعدين. المبادئ الباطلة كلها قبل ما ياخدك للمبدأ الباطل لازم يديك الثمن، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد قدام. فبده ينقي الخليفة يبقى ايه. ولذلك قال وعد الله. وما دام وعد الله ما هو الوعد؟ اولا الوعد هو بشارة بخير لم يأتي زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيلة له. والإنذار إيه؟ بشر، وبرضه لم يأتي بعد عشان يستعد الناس إنهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد بنبشر بخير، الخير مش دلوقتي، هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى فيه فرصة إنه ياخد أسبابه ويروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. لأن اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد إيه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبعدين قلبه اتغير عليه يقوم ينكس. ربنا ما بيتغيرش، لأن اللي بيتغير دليل على أن كان فاهم شيء وبعدين